للجمعة السادسة توالياً خرجت المسيرات ومعها تجددت مطالب وظهرت أخرى جديدة. ومع تطورات الأسبوع الأخير ودعوة الجيش لتطبيق المادة 102 من الدستور، رفع جزء من المتظاهرين صوتهم للمطالبة بتمثيل الحراك. يجب علينا كشعب وكمخب وكقانونيين أن نختار ممثلين شئنا أم أبينا اللي تمثل هذا الحراك، باش ننظموا، باش يكون صدير طريقه منظمه ويكون حراك منظم، وباش نجيبوا الحقوق نتاعنا لازم الناس القانون، الناس اللي يعرفوا يمثلونا. جزء اخر من المتظاهرين يرون ان الكلام عن تمثيل الحراك لن يكون قبل رحيل النظام. الشارع مازال وقت التمثيل كاين، كاين الرجال وتكون فيها التمثيل، ولكن لحد الساعه مازال حتى يروحوا هذور بعد يجوا رجال. حنا ضرك في هذه الاونه حبينا الشعب، سياده للشعب. الماده 7 من الدستور تقول سياده للشعب. طرف ثالث يرى ان الصوت اصبح مسموعا وليس في حاجه الى من ينوب عنها، والمطالب واضحه. المتظاهرين ما يحتاجوش الناس اللي مثلهم حتى الان، يعني ما همش طالبين قيادة ولا ممثلين، مازالهم في الاحتجاج. المسيرة التي أثبتت سلميتها منذ 22 فيفري تبقى في نظر البعض في حاجة إلى التأطير بشكل دائم. لازم لونكادرومون، لازم تأثير باش ما يكونش يعني كما يقولوا الأنارشي. الشعب الجزائري اللي كانوا يقولوا هذا الشعب همجي، أثبت للعالم من خلال خرجاته المتعددة وفي كل ولاية الوطن أنه الشعب متحضر، أنه الشعب يعرف يوصل صوته، أنه الشعب حضاري بامتياز. للمرة السادسة على التوالي يرسم الجزائريون صورا تعبر عن تحضرهم في انتظار التوافق حول مطلب تمثيلهم أو الاستجابة لمطالبهم.